بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم دكتور عصام نبيل. إن شاء الله دلوقتي هنبدأ ننفذ التطبيق اللي قلنا عليه الخاص بالأوتونوماس كار درايفنج على السوفت وير ماتلاب. دلوقتي طبعا احنا زي ما قلنا بنفتح الماتلاب وببدأ استدعي الفازي تول بان انا بكتب في الكوماند ويندو كلمة فازي وبضغط انتر، بيفتح لي الفازي لوجيك ديزاينر بتاعي بالشكل ده كده. طبعا انا السيستم بتاعي زي ما شفنا كان له 2 inputs و 1 output. الانبوت الاولاني اللي هو distance to next car، والانبوت التاني اللي هو speed change، والاوتبوت بتاعي كان acceleration adjustment. ف هنيجي هنا هنلاقي ان الفازي لوجيك ديزاينر بتاعي بيديني سنجل انبوت سنجل اوتبوت. فلما احب اضيف انبوت او اضيف اوتبوت باجي من قائمه edit وابدا اقول له اد فاريبل، يا اما انبوت يا اما اوتبوت على حسب ما انا عايز. فانا عايز اضيف انبوت بالشكل ده كده بحيث السيستم يبقى عندي 2 inputs 1 output. باجي على الانبوت الاولاني، طبعا بديله الاسم الخاص بيه، فده اسمه distance. والانبوت التاني ده السبيد تشينج، طبعا ما بسيبش مسافه. والاوتبوت بتاعي كان الاكسلريشن ادجستمنت. بعد كده باجي ابدا اظبط في الانبوت ممبر شيب فانكشنز والاوتبوت ممبر شيب فانكشنز، واضيف الرولز وابدا اجرب السيستم. بضغط الكليك طبعا هنا في الانبوت ممبر شيب فانكشنز، ببدا يفتح لي بالشكل ده. طبعا السيستم هنا لما شفنا في عندي في الانبوت الاولاني كنا شفنا 5 ممبر شيب فانكشنز، والرينج بتاعهم بادئ من 0 وماشي لحد هنا بعد 25 كمان واصل لحد 30. فاول حاجة انا بعملها ان انا اروح اظبط الرينج بتاعي. فالرينج بتاع الانبوت الاولاني الخاص بالديستانس الرينج بتاعه هاخده من 0 الى 30، يبقى اول خطوة اظبط الرينج اللي انا هشتغل عليه. الخطوة التانية انا معايا 5 ممبر شيب فانكشنز واللي ظاهر هنا 3 فقط، فلما احب اضيف اقول له edit add ممبر شيب فانكشنز، هأضيف 2 كمان مع الـ3 بأي نوع. طبعا هنبدأ نظبطهم دلوقتي. طبعا عندي الـ5 اهوت، هنبدأ نظبطهم واحدة واحدة. طبعا في طريقة ان انا بظبطهم بالايد بالشكل ده، اختار النوع من هنا، دي انواع الممبر شيب فانكشنز كلها اللي موجودة، وابدأ اسحب من النقطة دي كده بالماوس وابدأ احركها يمين وشمال، ولكن طبعا ده هتبقى عملية مرهقة وما فيهاش دقة قوي. هنمشيها دلوقتي. اول ممبر شيب فانكشنز الخاصة بال very small دي عبارة عن الترابيزويدال. الترابيزويدال دي المفروض يعني طالعة من هنا كده من عند -5 وصل لحد 0 وبعدين الـ5 وبعدين نزل الـ10، ولكن الجزء الاولاني مش موجود فبنضمه مع النقطة الاولانية زي ما قلنا في المعمل السابق. فاحنا هنيجي على الاولانية دي ونختار نوعها ترابيزويدال، وبعدين الرينج بتاعها هناخده زي ما شفنا على الرسمة 0 0 5 10، اهو 0 0 5 10. وطبعا اسمها ايه؟ very small. فدي كده هيبقى اسمها very small. الممبرش فانكشن التانية دي هيبقى نوعها تريانجلر. هنا طبعا النقط بتاعتها 5 10 15، فالنوع هيبقى تريانجلر اسمها سمول. اسمها هيبقى سمول والرينج بتاعها 5 10 15. الممبرشيب فانكشن التالتة اللي هي بيرفكت دي 10 15 20، ونوعها برضو تريانجولار
يبقى الممبرشيب فانكشنز التالتة دي هتبقى خاصة بالبيرفكت، والرينج بتاعها تريانجولار ماشية 10 15 20. الممبرشيب فانكشن اللي بعدها تريانجولار برضو اللي هي البيج، ودي هتبقى 15 20 25، دي اللي هي هتبقى بيج. والرينج بتاعها 15 20 25. الممبرشيب فانكشن الأخيرة الخمسة دي نوعها ترابيزويدال، ودي هتبقى اسمها في بيج، والرينج بتاعها في ترابيزويدال طبعا هيبقى زي ما احنا شايفين، هتبقى 20 25 30 30، على أساس إن النقطتين دول هيفصلوا حاجة واحدة، فنقول دي هتبقى 20 25 30 30. انتر كده انا نفذت الخمسه ميمبرشيب فانكشنز بتوع الانبوت الاولاني اللي هو الديستانس. نروح نعمل نفس الكلام للانبوت الثاني اللي هو كان السبيد تشينج، وهنا السبيد تشينج عباره عن 3 ميمبرشيب فانكشنز، 2 ترابيزويدال وواحده تريانجولار. هنبدا برضو نحدد الرينج الاول، انا عندي الرينج هنا هيبقى هناخده قبل السالب 10 علشان ترابيزويدال هنا بدءا من قبل السالب 10، فانا اقول مثلا من عند وليكن السالب 15 الى مثلا موجب 15. ده من سالب 15 الى موجب 15. يبقى اول حاجه بعملها ان انا بظبط الرينج. بنيجي بقى على الاولانيه دي اللي هي الديكلايننج، دي نوعها ترابيزويدال واسمها ديكلايننج اللي هو ينخفض او انخفاض، والرينج بتاعها زي ما احنا شايفين هيبقى سالب 15 وبعدين سالب 15 تاني وبعدين سالب 10 وصفر. ممكن ناخدها قبل كده كمان لو احنا عايزين، يعني ممكن نخلي الرينج مثلا من سالب 20 الى 20، ولكن انا اكتفي بالجزء ده فقط. فهنقول البداية عندنا سالب 15 سالب 15 وبعدين سالب 10 وبعدين 0. دي كده يطلع لي الترابيزويد الأولي. بعد كده التريانجولار التانية اللي هي خاصة بالكونستانت، دي هي نوعها تريانجولار اسمها كونستانت، والرينج بتاعها زي ما احنا شايفين من سالب 10 صفر وبعدين 10. سالب 10 صفر 10. الممبرشيب فانكشنز التالتة دي اسمها growing، ودي نوعها ترابيزويدال، والرينج بتاعها زي احنا شايفين هيبقى 0 10 وبعد كده 15 15. كده نفذنا الثلاثة membership functions بتوع ال speed change. هنروح برضو لل output و membership ونظبطه، زي ما شفنا برضو ان انا عندي في ال output كان عندي 5 membership functions بالشكل ده، هنعملهم بنفس الطريقة كده سريعا. اول حاجة الرينج زي ما اتفقنا، الرينج هنا ناخده من سالب 3 الى 3، يبقى اول حاجة بعملها بظبط الرينج. بعد كده طبعا انا عندي 5 membership functions، فاروح اضيف 2 كمان، كده بقى عندي 5 membership functions. نبدأ نظبطهم واحدة واحدة. اول واحدة دي اللي هي negative big، دي الرينج بتاعها زي ما احنا شايفين هنا هيبقى سالب 3 وسالب 3 وسالب 2 وسالب 1. طبعا نوعها ترابيزويد الاول علشان تسمح لي ان انا اكتب 4 قيم، يبقى نقول سالب 3 سالب 3 وسالب 2 سالب 1. وبعد كده اللي جنبها تريانجولار اللي هي خاصة بالنيجاتيف سمول،
دي هتبقى تريانجولار من سالب 2 وسالب 1 وصفر، وأيضا الزيرو دي برضو تريانجولار، الرينج بتاعها سالب 1 صفر 1. والبوزيتيف سمول أيضا زي ما احنا شايفين تريانجولار برضو، الرينج بتاعها من 0 1 2. وآخر واحدة معايا اللي هي البوزيتيف بيج، دي ترابيزويدال، الرينج بتاعها هيبقى 1 2 3 3، تطلع لنا بالشكل ده. كده خلصنا التوصيف الممبرشيب فانكشنز بتاعة الدخل وبتاعة الخارج. بعد كده بنقفل الشكل ده خلاص، بنرجع تاني للفازل لوجيك ديزاينر ونبدأ في تظبيط الرولز. بنيجي على المربع اللي في النص ده كده واضغط عليه دبل كليك، وابدأ هنا اكتب او ان انا ابدأ اضيف الرولز بتاعتي. طبعا انا معايا هنا تيبل بتاع الرولز اهو، ببدأ اجرب كل الانبوتس بتاعة الديتنس مع الانبوت بتاعة السبيد تشينج، وابدأ اشوف الاوبوت المفروض يطلع يبقى عبارة عن ايه. فهنا انا ده اللي هنفذه بالظبط. لو بصينا على التيبل كده هلاقي ادي الحالات بتاعة الديستانس 5، وادي الحالات بتاعة السبيد تشينج، وادي الحالات بتاعة الاوبوت. فانا بختار بالماوس الرول او الانتسدنت والكونسيكونت بتاع الرول بتاعي. فنيجي نشوف كده، اول حاجة بالنسبة لي الديستانس لما تكون فيري سمول، الديستانس فيري سمول اهي، هجربها مع التلاتة بتوع السبيد تشينج. يبقى مع الديكلايننج هيبقى نيجاتيف سمول، يبقى مع الديكلايننج اختار نيجاتيف سمول واقول له اد رول، فتطلع لي الرول بالشكل ده. if the distance is very small and the speed change is declining then the acceleration adjustment is negative small، وهكذا ابدا اضيف كل الايه الرولز الموجوده في التيبل. بعد كده بشوف ال very small مع الكونستانت هتدي نيجاتيف بيج اهو، ولا اد رول. بعد كده مع الجروينج هتبقى نيجاتيف بيج برضو، اقول له اد رول، وارجع بعد كده السطر التاني اللي هو الديستانس لما تبقى سمول بحسبها برضو مرة مع الديكلايننج ادتني زيرو، ومرة مع الكونستانت ادتني نيجاتيف سمول، ومرة مع الجروينج ادتني نيجاتيف بيج. وارجع للبيرفكت الحالة اللي بعدها، مرة مع الديكلايننج ادتني بوزيتيف سمول، ومرة مع الكونستانت ادتني زيرو، ومرة مع الجروينج ادتني نيجاتيف سمول. بعد كده البيج، مرة مع الديكلايننج ادتني بوزيتيف بيج، ومع الكونستانت ادتني بوزيتيف سمول، ومع الجروينج ادتني زيرو. بعد كده ال very big آخر حاجة، مع declining جاتني positive big، ومع ال constant جاتني positive big أيضا، ومع ال growing جاتني positive small. كده أنا ضفت ال 15 rule بتوعي اللي موجودين في التيبل قدامي. بعد ما بخلصهم بقفل الشكل بتاع ال rules بالشكل بالمنظر ده. بعد كده ببدأ عايز اجرب بقى الايه التصميم بتاعي ده، فممكن اجي اقول له كده من قائمة فيو، اقول له فيو الرولز. طبعا قبل ما نشوف الرولز في هنا تظبيطات اللي هي الاند بيستخدمها، هل المينيمم ولا البرودكت، الاور هل هي الماكسيمم ولا البرودكت، الامبليكيشن هل هو مينيمم ولا برودكت، الاجريجيشن هل ياخد المينيمم ياخد قصدي الماكسيمم اللي هو اليونيون يعني، ولا ياخد البرودكت ولا ياخد السام ولا ايه بالظبط. الديفازيفيكيشن ميثود اللي انت شغال بيها هل هي السنترويد ولا الباي سيكتور ولا المين اوف ماكسيما ولا اللارجست اوف ماكسيما ولا السمولست اوف ماكسيما، والحاجات دي تم شرحها في المعمل السابق بالتفصيل.
فاحنا هنا ادي كل الرولز دي كده، ال15 رول كلهم متمثلين في شكل جرافيكال. طبعا هنا انا بدي نموذج كمثال للانبوت الاولاني والانبوت الثاني، واشوف الاوتبوت هيطلع شكله عامل ازاي، وممكن تحرك انت يعني السهم ده كده من بيغير لك في قراءات الديستانس، وبناء عليه تشوف الاوتبوت بيتغير ازاي. وممكن يتم ادخال القيم بتاعه الدخل هنا في الفيكتور الصغير اللي تحت ده. فانا مثلا هنجرب المثال بتاعنا اللي احنا قلنا عليه، ان انا عاوز الديستانس تبقى 13 متر، والسبيد تشينج يبقى ماينس 2.5. فده بندخله ازاي؟ بكتب هنا ده 13، يعني الدخل الاولاني اللي هو الديستانس، والدخل التاني سالب 2.5، واضغط انتر واشوف شكل الاوت هيطلع فين بالظبط. الاوت هنا فعلا بعد الحسابات طالع عند سالب 118 من 1000 بالظبط. طبعا احنا في المثال بتاعنا استخدمنا طريقة الابروكسيت سنتر اوف اريا، وكانت مطلعة معانا سالب 12 من 100 زي ما شفنا. ولكن طريقة السنترويد اللي هي بيبقى فيها دقة اعلى مطلعاها بالظبط سالب 118 من 1000. تقدر تدخل هنا اي انبوت وتجرب عليه وتشوف الاوتبوت بتاعك. طبعا بعد ما بتخلص التصميم بتاعك، طبعا ده شكل لو لاحظت ده نفس شكل الاوتبوت اللي اتجمع من الرول معانا بالمنظر ده كده. بعد ما بتخلص بتقفل الكلام ده وتحفظ الملف بتاعك، بتقول له اكسبورت الى ملف وتحفظه في مكان ما عندك في الكارنت فولدر بتاعك باسم التطبيق اللي انت شغال عليه. طبعا هنا يفضل عدم ترك مسافات في الاسم، واقول له سيف. هنا بنلاقيه حفظ الملف بتاعي او الديزاين بتاعي هنا باسم اوتونوماس كار. والملف ده لو بصيت في الماتلاب هتلاقيه هياخد الامتداد دوت اف اي اس. ان شاء الله المره الجايه هنشوف ازاي بنستخدم الديزاين بتاعي اللي هو دوت اف اي اس ده في تفعيل موديل على السيمولينك. شكرا.